حقيقة موصل بحاجة ماسة إلى مطار متكامل. الناس قاعد تعاني من مسألة الركود اللي قاعد يحدث في إنجاز مطار الموصل. مطار الموصل راح يكون هو المايسترو الرئيسي ويحل مشاكل كل المواطنين ورجال الأعمال وعامة الناس. الأولوية إنجاز المطار في أسرع وقت ممكن، هاي نقطة من النقاط. النقطة الثانية، الموصل حقيقة حسب ما أنظر لها نظرة بحاجة إلى مستشفيات حديثة متطورة. الشوارع مثلا المجموعة الثقافية، مجموعة هي كلها جامعات، المجتمع كله مثقف، مجتمع علمي. عفوا الشوارع الخلفية اللي تحيط في سنتر الجامعة هذه كارثة كبيرة. يعني هل عزة البلدية أو المحافظة عن إكساء هذا الشارع الرئيسي خلف المحلات الموجودة في الجامعة؟ هذه طامة كبرى. إن شاء الله هذا المبلغ إذا توزع بصورة منصفة لكل المؤسسات أو الدوائر المحتاجة وتنفيذها يكون سريع في إنجاز كل المشاريع، الأولوية للشركات الرصينة اللي إلها باع في إنجاز وتعمير هذه المدينة. ثاني أكبر مدينة بالعراق، ف يعني ما يصير ما عندها أي مطار وكذا، يعني اللي يريد يسافر كذا تجارة لازم يروح على غير محافظات. فإحنا ندعو من الحكومة المركزية والحكومة المحلية يعني شلون نقول يشدون حيلهم بالاهتمام بالمستشفيات بالدرجة الأساس والمطار بالدرجة الثانية. لازم شركات رصينة وموثوقة وبها ضمانات لازم، اما اي شركه تجي تتلكع لازم تكون عليها يعني غرامات جزائيه كذا. فلازم شركات معتمده، شركات دوليه، شركات عالميه رصينه يعني نقول مثق بها او واثقين بها وعملها جيد جدا او الى درجه ممتاز. كذلك احنا ننصح او نطلب من حكومتنا اي دعم الفلاحين ايضا بشتى انواع، يعني من الحنطه للشعير للخضروات كذا. فاحنا ليش نعتمد على الاستيراد من هذه الدوله وذيك الدوله؟ احنا ما شاء الله ارض خصبه، ما شاء الله العراق خيره كثير. الملف المالي بالذات لازم شركات او العفو اناس نزيهين يخافون الله سبحانه وتعالى في هذه الناس وهي المواطنين وفي هذه المدينه. نينوى تحتاج كثير شغلات، مثلا هسه المدارس، معامل، ترجع المعامل اللي هزلت ما قبل داعش، ساحات مال سيارات، بنايات مهدمة لازم يرجعوها مثل ما كانت. لازم مع شركات تستعجل بالبناء وشيء مضبوط، ما يعني مال سنتين ثلاثة خمسة وبعدين المشروع ماله ينتهي. لازم النواب يتحركون، إذا ما يتابعون الفلوس راح مثل ما قبل ما يعملون كل شيء، بس مشاريع حبر على ورق. أول شيء المستشفيات اللي هاي من الدرجة الأولى. ثاني شيء مساعدة الأهالي، لأن نينوى أريد تنهض بمنبع جيد، يعني لأن خرجت من أحداث سابقا فهي من المظلومة. يعني تشغيل البطالة والعاملين العاطلين عن العمل من الشباب، بناء مصانع مثل إعادة معمل نسيج، إعادة معمل شكر، إعادة معمل بنجر، المعامل الباقية كثيرة يعني محتاجة الموصل.